الحاجة إلى خلق مناطق صناعية حرة للنواب محمد العرب الزقاري، محمد عبيد، محمد البقالي الطائري، وعبد الله سومان من فريق الاشتراك. تفضل السيد النواب. السيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة والسيدات النواب المحترمين، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية المتغيرة باستمرار والتحولات المتسارعة للاقتصاديات الدولية، وفي ظل العولمة الزاحفة وتماشيا مع مصادقة المغرب على اتفاقيات عدة ثنائية وجماعية في إطار التبادل الحر، وسعيا من المغرب إلى مواكبة الركب، عمد إلى خلق وإعداد مناطق صناعية، ولا يخفى عليكم السيد الوزير الدور الهام لهذه المناطق الصناعية من خلال المساهمات المنتظرة لها، خاصة بالنسبة للتخفيف من البطالة وإنعاش الاقتصاد الوطني عامة ومعالجة آفات التهريب خاصة في المناطق الحدودية. وبناء على ما سلف، نتوجه إليكم السيد الوزير بتساؤلات التالية: هل سيتم خلق مناطق صناعية كبرى جديدة ترتكز على المناطق الحدودية شرقية أو شمالية أو جنوبية؟ وهل سيتم الحرص على أن يخصص جزء منها للمقاولين الشباب؟ وما هي الإمكانيات أو الإمكانات الممنوحة من لدى الحكومة في هذا الاتجاه لإنجاز برنامج محدد لذلك والتحفيزات الجديدة لتحقيق ذلك؟ وشكرا سيد الوزير. شكرا سيدي، كلمة لكم سيد الوزير. شكرا للسيد النائب المحترم. بالفعل جانب المناطق الحرة هو جانب يعتبر من الجوانب التي تضعها الدول كوسيلة لاستقطاب الاستثمارات المتوجهة أساسا إلى التصدير أو إلى السوق العالمية. في الدراسة اللي قمنا بها عالجنا ما يقارب تقريبا 1000 منطقة حرة متواجدة على المستوى العالمي، وكل منطقة حرة لها خصوصياتها ولها إيجابياتها ولها كذلك وسائل استقطاب الاستثمار إليها. المغرب يتوفر على منطقة واحدة هي منطقة طنجة، وفي إطار التصور الجديد نعتبر بأنه المناطق الحرة يجب أن تندمج في إطار قطب اقتصادي جهوي يرتكز على رؤية شمولية. ما يجري حاليا على مستوى طنجة المتوسطي يعطي للمنطقة الصناعية لطنجة وتطورها منطق مرتبط بدينامية وكذلك بإيجابيات يوفرها لها الميناء. وفي هذا الإطار نشتغل حاليا على التفكير في مناطق صناعية من نوع جديد توفر إمكانيات مهمة لاستقطاب الرأسمال الأجنبي وكذلك الرأسمال الوطني. هناك كذلك دراسة بالمنطقة الشرقية في إطار نفس المقاربة على مستوى ميناء الناظور، نفس المقاربة خلق قطب جهوي اقتصادي تكون فيه المنطقة الحرة عنصر من عناصر التطور الصناعي وللتشغيل. هناك كذلك نفس المقاربة على مستوى المناطق الجنوبية بالدخلة وبالعين. إذن المقاربة التي تهم المناطق الصناعية يجب أن تدخل في إطار تصور جهوي مرتكز على أهداف وعلى دور، لأنه يمكن أن تختلف الفرص والإمكانيات المتاحة من منطقة لأخرى انطلاقا من الاستراتيجية والأهداف التي نحددها انطلاقا من خصوصيات المنطقة ونوعية الاستثمار الذي نريد أن نستقطبه. إذن هذه المقاربة الجديدة أعتقد بأنه مقاربة صحية ستساعدنا على تحقيق أهدافنا في خلق مناطق حرة ترتكز على يعني منظور جهوي في إطار تصور شمولي للتطور الاقتصادي والاجتماعي بكل منطقة. شكرا. شكرا. تعقيب سيدنا. سيد الرئيس، السيد الوزير، أعتقد من تكلموا بلغات نحن بصدد نفكر غريب ولا غريب أمر حكومتنا. أنا استغرب إذا كان دابا عاد كنفكروا
وكنفكروا في المقاربات والتصورات الجديده، ونحن بصدد وبصدد وبصدد. واش العلماء كتستنى بصدد؟ حنا عاد كنتظروا نشوفوا الاهداف ونشوفوا. فلا نختلف اصلا في ان المناطق الحدوديه سواء كانت في الشرق ولا في الجنوب ولا في الشمال هي حزام امني للمملكه، والا كانت شي عنايه تعطى لهذه المناطق وبسرعه. اما اننا عاد نتذكروا في اختلاف الوسائل والحاجيات والاهداف، فنحن غير قاصرين اعتقد في المغرب من اجل تحديد هذه الاهداف. الاهداف واضحه والخصوصيه ديال المنطقه واضحه، الذي يجب ويلزم هو الفعاليه والاسراء في اخراج هذه المناطق الحيز الوجود، اخذنا بعين الاعتبار الدور اللي غتلعبوا هذه المناطق الصناعيه في تحريك الاقتصاد الوطني، في دعم الاستقرار في المناطق الحدوديه واللي كتعرف واحد المأساة كبيره جدا. اما ناهيك الا هضرنا على الاحياء الصناعيه وعلى بعض المناطق، خذوا المناطق الشرقيه نعطيكم مثال اللي كنتمي لها، مجموعه من المؤسسات الانتاجيه اغلقت، وهو السيد معنا هنا نائب برلماني ورئيس جماعه ابن مطهر، ها هو جالس هنا يسمع لكم. السيده مؤسسه قداش لحد الان 6 سنين وهي مسدوده، وكانت تقدم واحد العمل كبير للمنطقه. فيظهر لي اذا كان شي عمل دار كيدار بسرعه وبفعاليه. وشكرا سيدي الوزير. شكرا.